شنو اللي صار بجلسة السبت وأي واقع أنتج وشلون ممكن أنه نقدر نعتمد عليه بجلسات اللي جاية؟ اللي صار مثل ما قال قيس الخزعلي، أنا وأخويا على الغريب مثل يحتاج له أيام من التركيز والتأمل، بس من الغريب اللي كان يقصد الخزعلي؟ معقولة يقصد الكتل اللي ما صوتت على الحلبوسي لمنصب رئاسة مجلس النواب؟ معقولة سائرون والنصر والوطنية وتيار الحكمة صاروا غربة هسه؟ بس هذا المثل ما ينطبق على اللي قاله القيادي بالعصائب، قال انه منصب النائب الاول لرئيس المجلس كان هدية من الشيخ قيس الخزعلي للسيد مقتدى الصدر، برمكية جماعة بس بالمناصب، والاهم بهاي الجلسة انه انتج واقع سياسي جديد. يقول انه التقارب بين الفتح وسائرون حقيقي، والغزل المتبادل بيناتهم ممكن ان يتحول الى زواج بس مو كاثوليكي. فكرة التكنوقراط ما موجودة ابدا، واثبت واكد صراع كبير داخل البيت الشيعي على منصب رئاسة الوزراء. هذا المنصب بحسب تسريبات من النجف انه الاقرب اليه هو عادل عبد المهدي، هذا الاسم اللي عندما انطرح ابتعد اسم العبادي والمالكي وفالح الفياض وطارق نجم. هالمرة المرجعية مستعدة أن تتواصل مع هذا المرشح وتقدم له المشورة والنصح أيضا، بس هذا السيناريو بشنو يذكرنا؟ يذكرنا باللي صار مع السيد العبادي أيضا. أرحب بكم مشاهدينا بحلقة هذا اليوم من برنامج بوضوح، أستضيف فيها كل من الدكتور طعمة مطير القيادي بتحالف الفتح والنائب مضر الكروي القيادي بتحالف المحور الوطني. أرحب بضيوف الكرام، خلي البداية تكون من الفتح، خلي نعرف شنو اللي كان يقصده شيخ قيس الخزعلي. أبدأ من الفتح من الدكتور طعمة. دكتور طعمة أرحب بك معنا ببرنامج بوضوح. شيخ قيس الخزعلي قال اللي صار بجلسة السبت أنا وأخويا على الغريب، وضحنا أكثر منو أخوانكم بهاي الجلسة ومنو كانوا الغربة أيضا، تفضل. شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة، تحية لضيفك الكريم الأخ الغالي. الحقيقة سماحة الشيخ قيس الخزعلي عندما أوضح وقال هذه المقولة هو يقصد بها التماسك أو المبدأ الإنساني الذي انطلق منه سماحة الشيخ قيس الخزعلي. انطلق سماحة الشيخ من مبادئ وأسس وتعاليم المرجعية الدينية في النجف الأشرف التي أشارت عدة مرات في خطاباتها إلى التفاهم والتنازل البعض للبعض، وخاصة بين الأخوة الأعزاء. وسماحة الشيخ قيس الخزعلي أشار بوضوح إلى أنه ليس المقصود به إبعاد طرف عن طرف آخر، وهي رسالة واضحة أن الأخوة في تحالف الفتح وكتلة البناء هم قادرين على تشكيل الكتلة الأكبر، وهم بالواقع الكتلة الأكبر، وهم قادرين على انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبي. والأشارة الواضحة لسماحة الشيخ قيس الخزعلي هي واضحة، لأنه كانت من حصة تحالف الفتح وتحديدا كتلة صادقون. رشح سماحة الأخ النائب عدنان فيحان، وبعد اتصالات مع سماحة الشيخ قيس الخزعلي تنازل إلى الأخوة الأشقاء في سائرون. وهذه رسالة اطمئنان إلى الكتل الأخرى باعتقادي الخاص. لا هي ليس دكتور مقصود بها إبعاد طرف. هاي مو رسالة اطمئنان، هاي عد ما يسمعها السني، عد ما يسمعها الكردي، هاي رسالة ذعر، رسالة رعب، أنه أنا وأخويا على الغريب، بإشارة إلى لملمة البيت الشيعي. ليش رسالة رعب يا أخي العزيز؟ ليش رسالة رعب وهي واضحة أنه عندما اختاروا رئيس مجلس النواب السيد الحلبوسي هو كان بمساندة واضحة من تحالف الفتح، لأنه كان الكتلة الأكثر من الأخوة السنة التحقوا بتحالف البناء،
وهذه واضحة رسالة عبر بها إن الأخوة الذي التحقوا بتحالف الفتح حوالي 40 أو أكثر من هذا الرقم، وهو استحقاق لهم. وعندما أشار سماحة الشيخ ليس المقصود به الكرد أو الأخوة الآخرين، وإنما هذه رسالة أقولها بكل وضوح وبكل صراحة، أشار فيها إلى أنه قادرين على التنازل بعضنا إلى البعض الآخر، ووضع أهمية المواطن العراقي والشعب العراقي أمام أعيننا وفق المبادئ والمبادرة التي انطلقت منها تحالف الفتح. ما كان واضح جواب حضرتك دكتور طعمة، واللي براد يسوي شيء قيس الخزعلي يمكن أوضح يكون بالمثل التالي: أنا أضرب عصفورين بحجر واحد، هم أضرب العبادي وأضرب مرشح العبادي اللي كان الدكتور خالد العبيدي وأبعده من الفوز بمنصب رئاسة مجلس النواب، وهم أستمر وأمشي بطريقي لكسب ود سائرون من أجل الكتلة الأكبر. العبادي صراحة يعني الأخ العبادي يعني باعتقادنا وباعتقاد سماحة الشيخ قيس الخزعلي وتحالف الفتح والسيد هادي العامري يعني بانت حظوظه ضئيلة جدا منذ البداية، وهذا ما صرح به سماحة الشيخ عدة مرات في التلفاز، وان الحظوظ سواء للسيد خالد العبيدي اذا كانت له الكتله الاكبر لما حصل على 89 صوت، واعتقد بعض الكتل التي من تحت الطاوله صوتت له، هي بالاخر اعطى سماحه الشيخ قيس الخزعلي رساله واضحه لهم باننا قادرون حتى على اختيار النائب الاول، ولكن هذه الرساله الاطمئنانيه الى الاخوه سواء في سائرون او في الكتل الاخرى هي اننا قادرون على تشكيل الكتله الاكبر، وان حصتنا طيب هي هديه الى الاخوه الاعزاء في سائرون. ماشي، اراجع لك بها، انا هم عندي كثير من علامات الاستفهام والنقاط اللي ممكن نناقشها بقضيه الهديه، لكن خلينا نروح للنائب مضر الكروي. سيادة النائب ارحب بك معنا ببرنامج بوضوح على شاشة قناة زاغروس. شنو رأيك بالمثل اللي قاله واللي صار بجلسة السبت الشيخ قيس الخزعلي: أنا وأخويا على الغريب، ممكن أنه نمشي البلد بالأمثال، نمشي التحالفات تحالفاتنا، مستقبل البلد والتحديات اللي تواجهنا راح نمشيها بالأمثال؟ تحية لك يا أخي الكريم، تحياتنا لك لضيوفك الكرام ولمشاهدي قناتكم الموقرة. يعني حقيقة جميع العراقيين يعلم أن السياسيين يعني لسنوات عديدة لم يفلحوا أو ينجحوا بإدارة القضايا والأزمات اللي عصفت يعني بهذا البلد لسنوات عديدة طبعا، وكانوا أيضا هم جزء كبير في سبب هذه الأزمات. هذا دليل على أنه ما قدروا ينجحون، فشلوا في إدارة البلد إلى أن أوصلتنا إلى مرحلة شفناها احنا يعني خلال انتخابات 2018 وما شابها من أزمات بعد الانتخابات، من ضمنها أزمة نتائج الانتخابات والمصادقة عليها، قضية التزوير يعني لمدة 3 أشهر استمرت، بالإضافة إلى الأزمة الأخرى اللي عصفت أيضا مشكلة الكتلة الأكبر، يعني قسم منهم يعني يفسرها يعني ب يعني ككتلة الإصلاح والبناء تفسرها بناء تفصلها بشكل معين، والكتلة كتلة البناء أو تحالف البناء تفسرها برأي ثاني، وهذا سبب أيضا يعني كان مشكلة في تأخير تشكيل الحكومة، وكل واحد له طبعا رأيه ورأيه محترم. زين، بالنسبة لي يعني تغريدة أو تعليق السيد قيس الخزعلي قابلها تغريدات أخرى لقيادات أخرى يعني من ضمنهم الأخ أحمد الأسدي، بالإضافة إلى تغريدات من أطراف أخرى، يعني أنا بتصوري يتمثل آرائهم. هي المسألة يعني عندما إحنا بالنسبة منطقي يعني أستاذ مضر تمثل آرائهم كتحالف محور وطني تمثل آرائهم، بس أنتجت لنا آرائهم محترمة، لكن خليني أوصل لك الفكرة. أي خليني بس أكمل هذا السؤال. أي أنه أنتجت لنا أستاذ مضر واقع سياسي جديد، هذا الواقع السياسي والكتلة الأكبر إذا تشكلت على هذا الأساس
أنا وأخويا على الغريب يعني ممكن أنه كل المناصب راح تمشي على هذا المثل والكتلة الأكبر خلص انتهت تشكلت. يعني خلينا نتفق، احنا جميعنا متفقين على انه النظام السياسي يعني بعد 2008 يعني 2003 انبنى على هذا الشكل او على هالنموذج، واحنا بالنسبه لنا نعرف يعني حاليا ايضا يعني الحكومه صارت من خلال يعني تشكيلها من خلال التوافقيه او الديمقراطيه التوافقيه الديمقراطيه يعني رغم يعني مشوهه، رغم يشوفها الكثير من العيوب كثير من التفاصيل، الا ان الواقع البلد يعني ما يسمح يعني بان يكون هنالك تاخير فراغ مشاكل. احنا نعرف ونشوف يعني خلال هاي الفتره يعني كان حمله كبيره، حمله تشويه، حملة تسقيط لي يعني لكن الأهم أستاذ مضر حتى أبقى بموضوع يعني حلقتنا أوصل لك الفكرة واضحة والله الفكرة. نعم. بس خلي يعني حتى أبقى بموضوع حلقتنا لهذا اليوم، أنت عد ما سمعت التغريدة مال الشيخ قيس الخزعلي إيش حسيت نفسك أنت؟ نعم. أخ إلهم لو غريب حتى أقدر أحاورك على أساسها. يعني أنا بالنسبة لي من سمعتها يعني يعني هي تمثل رأي ورأيه محترم يعني قد يقصد بها شيء أو كذا، لكن إحنا بالنسبة لنا يعني أنا كعضو في أو قيادي في تحالف المحور الوطني لأشهر عديدة يعني عديدة التقينا مع جميع الكتل جميع الأحزاب الفائزة، جلسنا معهم ناقشناهم على أمور على برامج الحكومة، البعض منهم كان يعني تجاوب كبير من ناحية يعني مناقشته معانا على البرامج على المشاكل اللي عصفت على مناطقنا على الأمور اللي ممكن حلها بالتوافق بالتشارك. يعني هذا المبدأ الرئيسي اللي احنا ركزنا عليه، ما ركزنا على البرامج على المناصب، ما ركزنا على يعني هاي الامور الجانبيه، لان احنا نعرف وضع بلدنا ما يتحمل وضع بلدنا بعد يعني داعش خصوصا بالتحديد مر بأزمات كبيره، مدن بالكامل مدمره، عندنا مناطق منكوبه. يعني حاليا احنا بنشوف يعني ابسط مثال محافظة البصرة اللي هي يعني لها فضل كبير على كل محافظات العراق، يعني مع الأسف يعني نشوف يعني أستاذ مضر يعني أستاذ مضر أفهم من كلامك ماشي ممتاز، هذا يعني خلل واضح جدا يعني خلل، لكن اللي أفهمه من كلامك اللي دارة المحافظة سواء البصرة أو حتى بقية المحافظات أنا يعني بتصوري بأنه المرحلة القادمة يحتاج من عندنا أستاذ مضر إذا كنت تسمعني حضرتك جميع. تسمعني حضرتك؟ نعم. إيه ممتاز. نعم. يعني لفهم من حضرتك إنه تحالف المحور الوطني ما يمانع إذا تتشكل الحكومة ويتم اختيار رئيس الوزراء والكابينة الحكومية على مقولة الشيخ قيس الخزعلي أنا وأخويا على الغريب. لا إطلاقا يعني مو صحيح هذا الكلام. الحكومة تتشكل على ضوء الحوارات المستمرة على توافق على تشارك مع الجميع. يعني احنا نعرف بأنه الكتلتين يعني كان التوجه يعني كل كتلة كانت تريد بأن تكون هي الأكبر داخل البرلمان، ولاحظنا يعني حتى سايرون نفسها يعني كانت في وقتها رافضة والنوب دخلت، وأيضا يعني بالنسبة لها أيضا يعني استبعدت الولاية الثانية للأخ الدكتور حيدر العبادي. نعم يعني هذه واضحة بأنه سايرون دخلت بالإضافة إلى بقية الكتل، ويعني ماكو ضير بأنه الباب مفتوح مثل ما ذكرناها للكل. طيب ممتاز سيد مضر، يعني أروح باللي تفضلت بجنابك للدكتور طعمة مطير. دكتور طعمة يعني أول رد يمكن يكون من تحالف المحور الوطني على مقولة الشيخ قيس الخزعلي، نحن نرفض أنه تتشكل الحكومة أو يتم اختيار رئيس الوزراء والكابينة الحكومية على أساس يعني أني وأخويا على الغريب. أنا أحترم هذا الرأي صراحة، رأي السيد النائب، أحترم رأي السيد النائب، ولكن المقصود بكل صراحة أقولها وأنا قريب من سماحة الشيخ قيس الخزعلي أنه ليس المقصود به مثل ما أشرت له سابقا، ليس المقصود به هو استبعاد طرف عن طرف آخر، وإنما المقصود به أولا تقريب وجهات النظر فيما بين الكتل وإعطاء رسالة واضحة
وانت تلاحظ الان حديث السيد النائب يتحدث بهدوء وبواقعية، يتحدث عن واقع العملية السياسية سواء بالتوافقية أو المشاركة أو ما شابه ذلك، إلا أن سماحة الشيخ قيس الخزعلي وضع النقاط على الحروف وقال بكل صراحة يقصد هنا بهذه، ليس المقصود به أنه ضد طرف معين، ماشي. إنما اختيار الكابينة دكتور الوزارية دكتور 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 طعمة دكتور طعمة ماشي أو ماشي حدد لي حضرتك بما أنه أنت قريب من الشيخ قيس الخزعلي، حدد لي الآن منو أخوانكم بالجلسة السبت ومن الغربة على الأقل حتى أقدر أحاورك، لأنه سمعت أنه المحور الوطني الكتل الأخرى قلق من هذا المثل اللي يخافون أن تمشي عليه أساسا تكون تتشكل الحكومة. لا يا أخي، أنا شكرا جزيلا على هذا السؤال، شكرا لك، حتى نوضح للناس حتى نوضح للشارع، إحنا ما في مجال الآن للتوتر بين الكتل السياسية أو المهاترات أو الطروحات التي تشنج الوضع السياسي. نحن الآن في وضع يجب علينا أن نحتوي الجميع ونشترك بحكومة وفقا للمقاييس التي أشارت إليها المرجعية الدينية في النجف الأشرف، وأشار إليها الأخوة أيضا في مبادرة تحالف الفتح والبناء. الآن نحن كفانا تشكيل حكومات على مقاييس معينة، الآن نريد تشكيل حكومة وفق الكفاءة المعينة ووفق الاختصاص، ومو تجيب لي وزير شلون دكتور طعمه شلون كلام حضرتك يناقض اللي صار بجلسة السبت. شلون تريد تشكل حكومة مو على أساس المحاصصة ولا على أساس الفئوية؟ والشيخ قيس الخزعلي يقول منصب النائب الأول كان هدية للسيد مقتدى الصدر. عزيزي المناصب مو مال أبو أحد، يعني على أساس يكون هدية؟ سماحة الشيخ قيس الخزعلي بعث برسالة اطمئنان إلى الجهات الأخرى سواء عن طريق كتلة سائرون أو الكتل الأخرى بأننا قادرون على إعطاء حصتنا والتنازل عن بعض الأمور في سبيل الشعب العراقي وفي سبيل تقديم خدمات للمواطن العراقي وفي سبيل الإسراع وفق المقاييس الدستورية. زين ممتاز، هاي الرسالة وهاي الهدية ليش كانت داخل البيت الشيعي؟ ليش ما توجهت للبيت السني أو توجهت للبيت الكردي؟ وهذا اللي خليني أركز على مثل الشيخ قيس الخزعلي. هو بالأساس كل الكتل السياسية ليس فقط في البيت الشيعي هناك خلافات، الخلافات تجري بين جميع مكونات الشعب العراقي سواء عند الأكراد أو عند الأخوان السنة أو عند التحالف الشيعي. هناك اختلافات في الرؤى وليس اختلافات يعني للقطيعة. وعندما أشار سماحة الشيخ قيس الخزعلي وبعث بهذه الرسالة وقال نحن هذه حصتنا ونتنازل بها إلى سائرون، من خلال كتلة سائرون ممكن يبعث رسالة إلى الكتل الأخرى أننا قادرون على تشكيل الكتلة الأكبر ولكننا نتنازل بعضنا للبعض الآخر حتى نسرع في تشكيل الحكومة الوطنية. أي دكتور طعمة، تتفقون تختلفون العفوين الخاسر الشعب وتتفقون هم الخاسر الشعب العراقي، يعني تتبرمكون بالمناصب على حساب الشعب حتى تتفقون، لش وقت راح تكون مصلحة الشعب ومصلحة المواطن هي المعيار الحقيقي لبناء تحالف استراتيجي ينطلق لبناء وخدمة المواطن العراقي؟ أنا أشرت سابقا في قنوات أخرى واليوم أؤكد في هذه القناة وأقول لكم بكل صراحة إن برنامج تحالف الفتح وقياداته سواء السيد هادي العامري أو سماحة الشيخ قيس الخزعلي باعتقادي ستكون هذه الدورة دورة حاسمة ودورة تكون رقابية شديدة على الحكومة، وباعتقادي إذا الحكومة خالفت القوانين وخالفت ولم تقضي على الفساد
أنا ليس أقول خلال شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر تقضي على الفساد، وإنما من خلال البرامج الموضوعة في تحالف البناء والفتح وبقية الكتل الأخرى، أعتقد من خلال هذه البرامج التي أعدت نحن قادرون على إعطاء رسالة اطمئنان للشارع العراقي. ممتاز، أروح باللي تفضلت به للنائب مضر الكروي. سيادة النائب، برسالة الشيخ قيس الخزعلي، هل وصلت لكم كشركاء بالعملية السياسية؟ نعم هي كانت داخل وضمن حدود البيت الشيعي، لكن على الأقل أنتجت لنا واقع سياسي جديد ممكن على أساسه نختار رئيس الوزراء ونختار الكابينة الحكومية. بالتالي الرسالة مطمئنة لكم كشركاء سياسيين لو لا؟ أخي الكريم، يعني مثل ما ذكرت لك بأنه احنا يعني جلسنا مع كل الأطراف، ومن جلسنا مع كل الأطراف يعني كل الأخوة اللي الكتل الفائزة طبعا فازت من خلال أصوات الشعب، يعني مو قعدنا أو تحالفنا مع ناس خارج العراق، يعني مع عراقيين وصلاء لهم وجود في داخل العراق والكل محترمين، لكن كان وجهات نظرنا في حواراتنا تعتمد بالأساس على البرامج، على المشاريع اللي نقدر ننفذها على أرض الواقع، على أنه نخدم جمهورنا، ناسنا الضررة. وتعرف أنت يعني هاي السنوات السابقة، يعني إحنا كلنا نعترف كل الحكومات اللي تعاقبت في إدارة العراق يعني من فشل إلى فشل، ودنشوف نتائجها انعكست على المواطن، نشوف نتائجها انعكست على مستوى الخدمات، على مستوى الصحة، على مستوى البيئة وغيرها إلى آخره. زين سيادة النائب، بالنسبة لنا ممتاز، ليش ما تكون متفائل بأنه نقدر؟ ليش ما تكون متفائل؟ يعني ليش ما تكون متفائل سيادة النائب مثل ما متفائل تحالف الفتح ومتفائل الدكتور طعمة مطير؟ ما سمعت، متفائل او لو ما متفائل؟ لا، ما سمعت. هو زين اللي اسالك، ليش ما تكون متفائل؟ التفاؤل واضح على تحالف الفتح انه هذه دوره مختلفه، بدايتنا موفقه، ليش ما تكون انت متفائل؟ ما انتم محسوبين جزء انتم ايضا. يعني بالنسبه لي يعني عندنا برامج اتفقنا عليها، تشكلت الحكومه وان شاء الله راح تمشي وتتشكل لانه الوضع ما يتحمل، تعرف الامور. عندنا مؤشرات وآليات نقيس البرامج. احنا بالنسبة لنا يعني دا نشوف مرات هسه بالنسبة كرئاسة البرلمان بعد ما اكتمل انتخاب الرئيس ونائبي راح يكون عندنا يعني عدة تحديات على أرض الواقع، برامج يعني القوانين المعطلة، تشريع قوانين تخدم ناسنا وأهلنا، يعني هذه الأمور إن شاء الله راح نسعى عليها وراح نقدم عليها. وطبعا هذه يحتاج لها يعني فترة معينة قبل ما نحكم عليها، نحكم على الحكومة يحتاج لأقل شيء سنة 6 أشهر على مود نقيس نتائج، وبعدين احنا يعني انتم كاعلام كمراقبين تقدرون تحكمون على انه هل سيادة فعلا النائب نفذت او وفت ماشي. سيادة النائب، اولا ما اريدك تستعجل وتنطلق بالعمل البرلماني وتريد تشرع قوانين مهمة، احيي بك هاي الهمة والروح الوطنية، لكن هسه خلينا بمشكلتنا، مشكلة التحالفات اللي لو ما نجحت ممكن احنا لا سمح الله نروح الى حكومه طوارئ، اذا ما كان عندنا رئيس وزراء، ما نجحنا باختيار رئيس وزراء ورئيس جمهوريه والكابينه الحكوميه. هسه دخلنا نطلع من هاي المشكله، وراها نتوجه لخدمه المواطن ونتفق على تشريع قوانين مهمه. ما كنتوا انتوا كمحور وطني على الرغم من مثلا محسوبين انتوا على المكون السني فوزكم برئاسه البرلمان، ما كنتوا ضحيه لاتفاق بين سائرون والفتح؟ لا، يعني هي مو مسألة ضحية، هي مسألة يعني مو قلت لك يا احنا شكل النظام انبنى على توافق، انبنى على تشارب، يعني 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 هي بالنسبة يعني لا يمكن ان تشكل حكومة دون التوافق، رغم مثل ما قلت لك هذا التوافق يشوب الكثير من الأخطاء، كثير من التشوهات، لكن يعني نحاول ونسعى من خلال برامج يعني لها مثل ما نقول راح تكون آليات في تنفيذها في المستقبل، ونحاول بأن نسعى بأن نخدم ناسنا
ومن خلالها راح تبين يعني مؤشرات هل هاي الحكومه فعلا مشت على برامجها ونفذت برامجها ووفت وعودها، هل يعني ما وفت. هذه طبعا سابق لوانها بالنسبه للتحالف، يعني التحالفات يعني كمرحله اولى رئاسه البرلمان تشكلت، عندنا المرحله الثانيه اللي هي اكو مده يعني تم وضعها يعني من اجل ماشي. خلينا بالتحالفات سياده النائب، عف خلينا نعف التشريع القوانين شويه بعد وقت يعني. اذا نمشي على اللي قاله الشيخ قيس الخزعلي، هذا جرس انذار لكم انه انا واخوي على الغريب تاخذون رئاسه البرلمان وتقعدون وتسكتون، اي نقاط سواء كانت حزبيه بالكابينه الحكوميه ما راح تنحسب لكم، وهنا المشكله. انت اليوم مركز هوايه على جدا محور حلقتي قيس الخزعلي. يعني محور حلقتك مع احترامي لهذه الحلقه، مع احترامي لراي السيد قيس الخزعلي، انا قلت لك بانه هذا راي قد يكون له قصد بها يعني او غير قصد، لكن احنا بالنسبه لنا يعني ككتل جميعنا يعني نسعى بان نحقق اللي نطمح له، نسعى من اجل نحقق البرامج اللي شكلنا على موده حزبنا او ائتلافنا او تحالفنا. احنا الناس تنتظر من عندنا، لانه يعني ما اخفيك هذه التشوهات، هذه الاقاويل، تنتظر منك سياده النائب، تنتظر منك الناس، ينتظرون من عندنا، ينتظرون من عندنا، انت راح تكون مكبل، راح تكون مقيد. لا 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 لا، هذا مو صحيح. شلون؟ مو صحيح. اثبت لي العكس. ينتظرون من عندنا الوعود اللي وفيناها لهم، ينتظرون من عندنا البرامج اللي نقدر نسعى من اجلها. يعني بالنسبه لنا في اعاده النازحين لمناطقهم، تعويضهم، هذه راح نسعى لها ان شاء الله، وراح نسعى طبعا بالتعاون مع الشركاء. لا بطريقه يعني الطرق القديمه اللي كانت بعيده عن المنطق، بعيده عن الحكمه، اللي تم اداره الدوله بها، وشفنا نتائجها وشفنا الفشل من فشل. ماشي، الاختلاف هسه المواطن النازح الان اللي تابعك الان اللي يشاهدك، تحديدا نازحين جرف الصخر، نازحين المحافظات المتضرره من داعش، صلاح الدين، ديالى، نينوى والانبار. الان اذا يسالك المواطن النازح يقول لك انت شنو راح تختلف عن النواب اللي كانوا قبلك واللي مثلوا السنة واللي كانوا أيضا قريبين من البيت الشيعي واللي ما رجعونا لبيوتنا ولا جابونا حقنا، انت بشنو راح تختلف؟ شنو الضمان اللي عندك؟ سؤال وجيه. اولا احنا يعني راح يكون يعني اتفاق على برامج، وهذه الاتفاقات راح تكون بها ضمانات. هذا من جانب. من جانب ثاني يعني بالنسبه لنا يعني خليها ك يعني اساس في عملنا، الحوارات المستمره والتواصل المستمر تجيب نتيجه. احنا الابتعاد او الصوت العالي او يعني التهديدات او لغه التهديد او غيرها من الامور ما خدمت ناسنا، بل يعني قد تكون كانت أذية أكبر على ناسنا. احنا بالنسبة لنا حاليا يعني عندنا فرصة كبيرة، أريد أوضح هذا الموضوع. هذه الفرصة الكبيرة بعد يعني الحرب على داعش وتحرير المناطق، يعني في توجه كبير بين ناسنا وأهلنا بين مكونات كلها بنبذ طائفية. حاليا عندنا فرصة كبيرة بإعادة الانسجام المجتمعي بين أهالينا وناسنا. طيب. اللي تضرروا. طيب. يعني أبسط مثال هذه بعد داعش، عندنا حاليا أزمة البصرة. وشفنا أزمة البصرة، كل ناسنا من شمالها وسطها غربيتها جنوبها كلها هبت في سبيل خدمة هذا المواطن اللي عانى، وعانى طبعا نتيجة فشل إدارة الحكومات. يعني هذه وحاليا احنا ايضا ان شاء الله من خلال الاخوه الموجودين الممثلين اللي تم انتخابهم، اذا تعاوننا نقدر ايضا نعيد النازحين، نقدر نعوضهم ونعمر مدنهم. يعني هذه الامور المهمه نقدر بانه يعني يعني نطلق سراح المعتقلين الابرياء اللي ماكو عليهم يعني قضايا او شبهات. يعني كثير من الامور نقدر نحلها من خلال الحوار، من خلال التواصل. ممتاز. والاخوه يعني في جميع الكتل متفاهمين هذا الموضوع. أروح. وهم ايضا صاروا على قناعه، اذا ما الكل تقعد وتطرح مشاكلها ماشي. ويكون عليها يعني اتفاق، ما تنحل الامور. البلد احنا شفنا فوضى لسنوات ماشي. عديده ما انحلت قضايا ناسنا واهلنا ماشي. بسبب سياسيين كانت مصالحهم فوق كل مصالح ماشي. فوق كل الاعتبارات اللي تفضلت يعتبرون يروحون يتفاوضون في تشكيل الحكومه، يبحثون عن مناصب ماشي. قبل ما يبحثون عن البرامج. أروح احنا هذا اللي تفضلت بسياده النائب ان شاء الله للدكتور طعمه. دكتور طعمه، سمعت
شو يقول ابن المحافظات المتضرره وبيش يفكر؟ يفكر بالبصره. انتوا ك تحالف الفتح كصادقون الشيخ قيس الخزعلي، نعم ليش ما يفكر؟ احييه على هاي الروح الوطنيه صراحه. ماشي، وانا هم اريد الاصيله. ماشي، خليني اكمل سؤالي بس. نعم، اذا سمحت لي اكمل سؤالي. نعم، اذا سمحت لي دكتور، ما انت تحيي، خليني انا هم احييك. اذا انت كنت تفكر بهذه المحافظات واعطاء حقوقها، ليش تنطلق لي بامثال تكون وتعكس حده شق الصف الشيعي؟ ليش ما تفكر مثل انت بمحافظاته مثل ما هو يفكر بالبصره؟ شكرا جزيلا على هذا السؤال، راح اكون صريح وياك. تفضل. ومن خلال المعطيات الخاصه اللي عندي يعني راح اجاوبك حتى هذه الامور التي سالتنا وركزت عليها مثل ما اشار لها السيد النائب. انت هو ركزت على هذه المقوله مال سماحه الشيخ قيس الخزعلي. شغلي هذا. المقصود انا مسؤول عن كلامي. هذا يعني رايي الخاص. المقصود بمقوله سماحه الشيخ قيس الخزعلي، انا واخوي على الغريب، هو يقصد به كل العراقيين ضد التدخلات الامريكيه والاجنبيه والاقليميه التي تدخلت وأثرت وأخرت تشكيل الحكومة العراقية. هذه الإشارة واضحة إلى الدول، إلى المبعوث الأمريكي وإلى المبعوث الأمريكي. أنتوا قعدتوا يا دكتور طعمة، بأننا دكتور طعمة نحن أخوة متحابون. يعني نعم، يعني نتفق. نعم، على أنه هو أي تدخل حتى يكون مثل الشيخ قيس الخزعلي واضح، أنه كل العراقيين هم أخوته بهذا المثل، والغربة نعم واضح بشكل صريح قالها. ممتاز. ليش رحتوا قعدتوا يا ماكورك وغير ماكورك وتستقبلون قاسم سليماني إذا غربة؟ شلون؟ ليش قعدتوا يا ماكورك وقعدتوا يا السفير الأمريكي وقعدتوا يا السفير الأمريكي وتجتمعون بقاسم سليماني؟ احنا جلسنا معاهم، شفنا آراءهم، احنا استمعنا الى الاراء المختلفه ولاحظنا التدخلات السافره في الشؤون الداخليه للعراق، ورفضنا كل التدخلات التي تشير الى تاخير الحكومه العراقيه. وهذا ما اشار اليه بشكل قاطع رئيس تحالف الفتح السيد هادي العامري وسماحه الشيخ قيس الخزعلي وكل تحالف البناء، اشاروا الى، والدليل على هذا اختيارنا الواقعي للحلبوسي الذي هو نابع من روح المواطنه العراقيه الاصيله. ماشي دكتور طعمه، دكتور طعمه، بس هاي همه التدخلات الخارجيه والمثل هسه الان اللي انت وضحته للشيخ قيس الخزعلي، من وقت تقاطعون ماكورك؟ ليش الكتل الشيعيه ما تنون تقاطعون قاسم سليماني؟ مو خوش حل هذا حتى ننهي اي تدخل خارجي؟ انا اشرت بكلامي بشكل واضح، قلت انه احنا نستمع الى الكل، ولكن اذا لاحظنا تدخلات في تاخير او تشكيل الحكومه العراقيه نرفض هذه التدخلات سواء من هذا الطرف او من ذاك الطرف، وهذا في برنامجنا واضح، لاننا لم نلاحظ من السيد قاسم سليماني تدخل لاجل تاخير تشكيل الحكومة العراقية أو فرض شخصية معينة على ضد شخصية معينة. هذا ما لاحظناه بشكل واضح، هذا ما لمسناه ووجدناه، ويمكن السيد النائب يتفق معي وكل الأخوة والمشاهدين، لاحظناه من خلال المظاهرات التي جرت في محافظة البصرة والتدخل القنصل الأمريكي الواضح. يعني بعيدا عن الاتهامات دكتور طعمة، والمستشفيات، بعيدا عن الاتهامات إذا سمحت لي، أوامر. نعم، بعيدا عن الاتهامات، خلينا نرجع للأستاذ السيد النائب مضر. سيد النائب، شنو رأيك باللي تفضل بالدكتور طعمة وتوضيح على المثل أنه إحنا ضد التدخلات الخارجية، بس هي المشكلة أنه كل الأطراف هي قعدت مع الطرف الإيراني والطرف الأمريكي، بالتالي نشكل الحكومة أفق برأي عراقي خالص دون أي تدخل ممكن؟ لو أنا دا أحلم. هي مو مسألة، يعني إحنا خلينا نكون واقعين، التدخلات موجودة من كل الأطراف.
بس ماكو طرف يعني فرض إرادته على طرف، يعني بالأخير الكتل جميعها أو أغلبها قدرت تقعد تتفاهم على أمور وتفاصيل. يعني في يعني هسه انا ما اعرف يعني خلال هاي الفتره يعني صارت فد حمله اعلاميه، صار كتلتين، كتله على انه مدعومه امريكيا او دعمتها امريكا، وكتله ايرانيه ثانيه وتدعمها. يعني حقيقه هذا يعني مو كلام منطقي. احنا ككتل كنواب يعني عد ما صعدنا باصوات عراقيه، اتكلم لك بكل صراحه، رغم التشويه اللي صار عليها، رغم التسقيط، لكن باصوات عراقيه قدرنا نقعد بيناتنا، ما سمعنا للكل، قعدنا ويا كل الاطراف، قعدنا ويا عراقيين، ما عدنا غربة كذا، يعني قعدنا وياهم، قعدنا ناقشنا أمور، ناقشنا قضايا تهم ناسنا، تخص مشاكل أهلنا كيف نحلها، ما ناقشنا أو قعدنا من أجل نختار يعني مناصب أو فلان حدد علينا بأن يكون هو علينا، لا. يعني هسه احنا نشوف الامور يعني خلال جلسة البرلمان وانتخاب البرلمان، يعني اللي رشحوا خمسة، يعني كانوا 9 انسحبوا و5 ظلوا، وتم الاختيار والتصويت، يعني نعرف الكل صوتت، بالاضافه الى النائب الثاني، بالاضافه الى النائب الأول. النائب الاول والثاني. الثاني شفنا بانه اكو مرشح من التحالف الديمقراطي، ومرشح من الاتحاد الاسلامي، وايضا من الاتحاد الكردستاني، وتمت العمليه، الكل شاركت وصوتوا لهذا، هذا اخذ استحقاقه وفاز، هذا ما فاز، يعني والكل مقدرين والكل محترمين. يعني 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 احنا خلينا نبسط الامور، احنا من نقعد يعني ويا الكتل دا نقعد ويا عراقيين. طيب العراقيين نفسهم هم انتخبوهم، هم وصلوهم، يعني ما جوي من ايران ولا جوي من امريكا. خلينا نكون يعني 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 من نطرح الامور نطرحها بمنطق. احنا صار اتهام على انه صار جبهتين، جبهه تدعمها امريكا او امريكا تدخل، يعني ما اعرف هنا صارت يعني مقارنه بين هذه وطنيه هاي غير وطنيه، ما اعرف الوطنيه شلون قامت تفسر من بعض العقول، مع احترامي للمثقفين. يعني هل الدكتور طعمه هلها حاليا نعم. حتى استثمر الوقت معاكم سيرة النائب، وابقى معك باللي انتجت لنا اياه جلسه السبت، انتجت لنا واقع يمكن ما تتقبل الاطراف الاخرى. الواقع هو يقول انه تحالف البناء والاصلاح هو الكتلة الأكبر، بمعزل عن رأي المحكمة الاتحادية. أنت مع هذا الرأي لو ضد؟ السؤال إلي؟ لا، السؤال للسيد النائب مضر. نعم، العفو ما سمعت السؤال. ما سمعت السؤال؟ أعيد لك السؤال. لا السؤال لا. هو نعم. أنه جلسة السبت أنتجت لنا واقع سياسي جديد. الواقع هو أنه تحالف البناء والإصلاح هو الكتلة الأكبر، بمعزل عن رأي المحكمة الاتحادية. أنت مع هذا الرأي لو ضد سيادة النائب؟ يعني هي جلسة السبت ما أفرزت يعني تحالف الأكبر أو كذا، يعني جلسة السبت الجميع يعني أغلب النواب حضروا وصار تصويت، يعني أعتقد بأنه الأغلب راح يشاركون، يعني سواء سايرون وفتح، والجميع شفنا المحور الوطني، تحالف الديمقراطي، الاتحاد الكردستاني، بقية الأحزاب، وشفنا أيضا يعني بانتخاب يعني الرئيس والنواب صارت أيضا يعني انتخابهم، وهذا من هذا المكون وهذا من هاي القومية، ويعني مشت الأمور بطريقة يعني بعيدة عن يعني أنا أعتقد بأنه مسألة الكتلة الأكبر أو غيرها يعني أصبحت يعني ما أعرف ما لها، يعني بنظري بتصوري أو رأيي هذا ما لها قيمة. ممتاز. لأنه إحنا بالنسبة لنا نواب أروح نعم. برأيك أرجع للدكتور طعمة. دكتور طعمة، إذا كنت حضرتك تسمعني، نعم. المحور الوطني يشوف انه الكتله نعم. الاكبر والتوجه نحو بناء كتله اكبر لاختيار رئيس الوزراء بجلسه السبت اصبح ما الى اي قيمه. شكرا جزيلا لك وللسيد النائب على هذا الواقع. هو أثبت تحت قبة البرلمان من هي الكتلة الأكبر، والكتلة الأكبر أصبحت واضحة من خلال اختيار رئيس مجلس النواب، هذه واضحة
لكم وللشعب العراقي. هذا واحد. اثنين، الكتلة الأكبر هي موجودة التواقيع الحية الموجودة وأرقام الهواتف وتواقيعهم الحية والأسماء الثلاثية، وهذا واضح ما أشار إليه السيد هادي العامري وسماحة الشيخ قيس الخزعلي. طيب. وكل الأخوة الحاضرين تحت قبة مجلس النواب. لكن نعم. دكتور طعمة، راح نمشي بطريق التحالفات اللي نسعى إلى تشكيل الكتلة الأكبر. الغزل بينكم وبين سائرون، ممكن أن يشكل لنا كتلة أكبر لو لا؟ راح ننتظر رأي المحكمة الاتحادية اللي قدمت الكتلتين إلى ككتل أكبر. وين رايحين؟ بالعمل السياسي كل شيء وارد تحت قبة مجلس النواب. بصراحة يعني بجلسة يوم السبت أعطت رسالة واضحة ورسالة اطمئنان لكل الكتل السياسية وللشعب العراقي بأن الأخوة أعضاء مجلس النواب هم قادرين على لملمة الوضع تحت قبة مجلس النواب. وهذا ما منتج مثل ما أشرت له السيد رئيس مجلس النواب ماشي. والنائب الأول والنائب الثاني ماشي. فباعتقادي الشخصي هي واضحة، الكتلة الأكبر واضحة لا تحتاج إلى تفسير. يعني ما ننتظر رأي المحكمة الاتحادية. عموما سؤال أخير حتى يكون الختام معك دكتور طعمة، الهدايا مع الشيخ قيس الخزعلي راح تستمر لا راح توقف؟ وخاف ينطي رئيس الوزراء هم هدية وتلاص عليه. شكرا جزيلا سماحة الشيخ قيس الخزعلي. صراحة يعني هو يعني أحد أقطاب تحالف الفتح وتحالف البناء، وهذا الروح الوطنية الموجودة لديه ما هي إلا رسالة للأخوة أعضاء مجلس النواب وإلى الشعب العراقي. قلت لي إياها دكتور طعمة، قلت لي إياها وانطيتك وقت. نعم. وضحتها. نعم. بس سألت عن الهدايا راح تستمر، وإذا مستمرة قل لي لأي طرف جاي، سني كردي لو راح نبقى بالبيت الشيعي نبقى بالطائفية. أيضا أنا أقولها بكل صراحة، تحت قبة مجلس النواب مثل ما أشار السيد النائب ستكون هناك أسماء، والاختيار يكون تحت قبة مجلس النواب، وبالأيام القادمة ستشهد هذه المبادرة الجيدة سواء شكراً. من التحالف البناء أو من الكتل المتحالفة. شكرا دكتور طعمة مطير القاضي بتحالف الفتح. شكرا أيضا مشاهدينا موصول إلى النائب مضر الكروي القاضي بتحالف المحور الوطني. شكرا لضيوف الكرام، شكرا لكم مشاهدينا، وصلت معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشوفكم باكر إن شاء الله.